مش هقول لك بس. هل بالنسبه لك برضو انت ذكرت المربع الذهبي، هل المربع الذهبي محجوز للاربع فرق اللي قدام دول، اهلي وزمالك ومقاولين واتحاد، ولا ممكن طبعًا يحصل تغيرات؟ لا طبعا فيه؟ اكيد في لسه الدوري طويله كريم، اعتقد في كمان بس المؤشرات، مؤشرات الاتحاد والمقاولين تحسن، في فرق بدات تفوق، انبي مثلا بدا يخش المصري، يعني برضه لسه ما دخلش في زي السنه اللي فاتت مثلا، بس اعتقد برضه من الفرق اللي ممكن في الدور الثاني تفرق. يمكن لو حصل فيه بيراميدز ممكن يقرب مثلا، اكيد يعني كمان مكسبه امبارح فرق معاه، فرق معاه كتير جدا. فلا انا الترتيب في الاربعه الاول اعتقد ان هو لا هيبقى فيه تغييرات، هيبقى لكن فيه تغييرات. رغم طبعا المقاولين والاتحاد عاملين موسم هايل، عاملين بدايه رائعه الحقيقه. ممكن الاتحاد اتظلم كتير في مباريات كانت ممكن تفرق معاه كتير، وتحديدا لقاء المقاولين ممكن يفرق معاه كتير. مش مقاولين بس، ده فيه اكتر من لقاء الاتحاد اتظلم فيه، لكن اعتقد ان هو ماشي بشكل كويس، المقاولين مع كابتن عماد ماشي بشكل كويس قوي وعاملين حاله كويسه في الدوري يعني كويس. ان يعني اتمنى كمان بيراميدز، سموحه مش عارف انا لسه الامكانيات اللي موجوده، وكابتن حسام اكيد هنتكلم عن الموضوع ده، لا المفروض يبقى في مكان تاني يعني. فلا الاربعه الاول كريم لا اعتقد ان في تغيرات طبعا. يمكن الاهلي هو الفارق بشكل كويس، بدايه بالنسبه له بدايه تاريخيه، 10 مباريات في 10 مباريات. كمان النقطه اللي انا يعني بالنسبه لي انا شايف ان هي مهمه جدا، ما دخلش فيها هدفين، هدفين يعني في 10 مباريات هدفين، ده معناه انك انت فعلا يعني المنظومه الدفاعيه شبه متكامله يعني، دفاعيه وهجوميه. انت يعني انت حاجه ممكن الفرقه ما بتعرفش توصل لك، ما خلي بالك ممكن كمان انت فرقه ما بتعرفش توصل لك يعني. جميل.